السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نتعرف على حضرتك. سامي عبد الرازق، معزز تبع المرض السرطان، تبع الكلية السرطان. أستاذ سامي، بنقابل حضرتك بنهاية برنامج تدريبي اللي هو معززي التوعية للسرطان. البرنامج هو معتمد من المعهد الأمريكي لتعلم التنمية البشرية برئاسة البروفيسور توماس أرمسترونغ. كان مقدم من طرف الدكتور مصطفى كامل ومعتمد من المعهد الأمريكي لتعلم التنمية البشرية بتنظيم من شركة ميديكس انترناشونال للأبحاث والتدريب. إيه رأي حضرتك أستاذ في التجربة اللي حضرتها؟ طبعا هي تجربة جديدة ومفيدة، استفدنا منها أكثر بالنسبة للتواصل والمهارات والإقناع والجسد، حاجات جديدة علينا يعني. ممتاز. إيه أكثر شيء استفدته في الجزء المهاري يعني اتصال والتواصل؟ يعني تبادل الأفكار وتوصيل المعلومة. ممتاز. على طريق. أوكي، وإيه هو الفرق اللي حصل مع حضرتك قبل الدورة في تعاملك مع العملاء وبعد الدورة؟ إيه اللي قبل الدورة كنا بنتعامل شنو بص وهذا. بيجي عندك المتبرع عايز حاجة معينة. أوكي. تجرب تستلم منه تدي على طول، يعني شنو ما تتفاعل معاه ولا تتكلم. اليوم شنو هسه ممكن شنو أقدر أقنعه وأوصل له معلومة بتاعت بعض صحي البرنامج اللي انا شغال فيه. ممتاز. ايه هو الفرق اللي حصل مع حضرتك فيما يخص تحفيز العملاء بالتوعيه برساله الجمعيه والحملات السنويه؟ يعني نشر التوعيه مرض السرطان، علاج مرض السرطان، وصلنا رساله. ممتاز استاذ سامي، شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. الله يبارك.